السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. محافظ العاصمة يرعى حفلة تأسيس توست ماسترز السيف مشاركة 8 دول عربية. جامعة البحرين تفوز بجائزة بلاك بورد التحفيزية لقيادة التغيير 2020. دمج بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع بطاقة الهوية. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. تحت رعاية الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة، نظم نادي توست ماسترز السيف الذكرى السنوية للتأسيس والاجتماع التعليمي رقم 300 عبر الاتصال المرئي بمشاركة 17 نادي من 8 دول عربية، حيث تواجد نخبة من ممثلي التوست ماسترز العالمية ونخبة من المثقفين من العالم العربي. وتميز الحفل بثلاث فقرات وورشة تعليمية، وذلك من أجل الاستفادة والترويج لمهارة التواصل والقيادة بمشاركة الأندية الناطقة باللغة العربية الذي تجاوز 225 حاضراً من كافة الوطن العربي. ويأتي هذا الاحتفال بمناسبة إكمال النادي الاجتماع التعليمي رقم 300 وذكرى التأسيس الذي انطلق عام 2015. فازت جامعة البحرين بجائزة بلاك بورد التحفيزية لقيادة التغيير والابتكار والتميز في مجتمع نظام التعلم الإلكتروني بلاك بورد العالمي. وتمنح جائزة بلاك بورد التحفيزية لقيادة التغيير للمؤسسات التي تتصدر الابتكار التربوي والتي وضعت ونفذت استراتيجيات تعليمية عالية التأثير على نطاق واسع، حيث طوروا ممارسات وتقنيات كان لها تأثير يمكن قياسه على نتائج التعلم أو أداء الطلاب أو التقدم الأكاديمي. وتعترف جائزة بلاك بورد لقيادة التغيير بالمؤسسات التي تعتمد استراتيجيات مبتكرة على نطاق واسع لزيادة معدلات نجاح الطلاب على الصعيد الوطني. ولتفاصيل أكثر حول فوز جامعة البحرين بهذه الجائزة، تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة الشيخة فاي بنت عبد الله الخليفة مديرة مركز التعلم الإلكتروني في جامعة البحرين. أهلا بك دكتورة، بداية نبارك لكم هذا الإنجاز. كيف ساهمت جامعة البحرين في تطوير النظام التعليمي عبر نظام البلاك بورد؟ السلام عليكم، أحب أن أشكركم بداية على هاي الاستضافة، وأحب أوجه التحية لجميع المشاهدين. طبعا توظيف تكنولوجيا في التعليم ليس بجديد على جامعة البحرين، فقد أنشأت الجامعة مركز التعلم الإلكتروني من عام 2004 بقرار من مجلس الجامعة، وتم الاستثمار في مركز التعلم الإلكتروني بشراكة مع القطاع الخاص وبالأخص مع شركتين الاتصالات. ومنذ 2009 ما زالت حتى اليوم الجامعة تستخدم نظام البلاك بورد كنظام إدارة التعلم الرئيسي، وهو نظام عالمي يستخدم في العديد من الجامعات العريقة إقليميا ودوليا. وحرصنا في جامعة البحرين حقيقة على تكوين علاقة وطيدة مع شركة بلاك بورد ومورد النظام الإقليمي، لكي نكون دائما على استطلاع بالمستجدات وتحديث النظام المستخدم كل عام لمواكبة التطورات في مجال تكنولوجيا التعليم. وحاليا يستخدم النظام في التدريس من خلال أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعة، ويستطيع من خلالها الطلبة حضور محاضراتهم والاطلاع على المحتوى العلمي للمواد والاطلاع على درجاتهم والواجبات وعمل الاختبارات القصيرة، وأيضا يمكنهم تقييم أعمالهم وأعمال زملائهم وحضور جلسات النقاش ومنتديات الدردشة مع أعضاء هيئة التدريس وزملائهم. وأيضا حقيقة قمنا بربط النظام ببعض دور النشر العالمية للكتب الجامعية، مما سهل عملية التعليم والتعلم من خلال النظام. نعم، حصول جامعة البحرين على جائزة بلاك بورد التحفيزية لقيادة التغيير والابتكار والتميز لها دلالات كثيرة، ما هي أبرز تلك الدلالات؟ نعم، طبعا تسعى جامعة البحرين برئاسة حكيمة من سعادة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة دوما إلى التطوير، وركزنا في استراتيجية الجامعة 2016-21 إلى التحول الرقمي. نعم. وأهمية استخدام التكنولوجيا لحل مشاكل التعليم العالي المعاصرة. ومن هذا المنطلق وربما يعني أبرز دلالة لاستحقاقية جامعة البحرين لهذه الجائزة، أن قبل جائحة الكورونا استعد مركز التعلم الإلكتروني من نهاية العام الماضي
لطرح جميع المواد على منصة إدارة التعلم، وكانت كل المواد مطروحة وجاهزة لاستخدام أعضاء هيئة التدريس لتحميل المحتوى العلمي، ووفر علينا ذلك الكثير من الوقت والجهد في بداية الجائحة. كما أيضا الجامعة قامت بتكوين اللجنة الاستشارية للتعلم والإبداع الرقمي وعدد من اللجان الداخلية التي حقيقة سعت إلى ضمان ثلاثة عملية التحول الرقمي في ظل الظروف الراهنة. وقمنا أيضا بتوفير عدد من المنصات لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في حين كان عندهم أي استفسار أو مشكلة تقنية في استخدام النظر. طبعا هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الدورات التدريبية وورش العمل التي قام فيها مركز التعلم الإلكتروني لتدريب أعضاء هيئة التدريس لاستخدام منصات التدريب، فقد يعني دربنا ما يقارب 86% من أعضاء هيئة التدريس خلال أسبوعين فقط في بداية جائحة الكورونا، ويعني طبعا هذه رقم جيد. نعم. وباقي أعضاء هيئة التدريس ما كانوا يحتاجون الورش التدريبية حيث أن كان عندهم خبرة استخدام النظام اللي كان عندنا من 10 سنوات. ولا شك أن أعضاء هيئة التدريس لمسوا هذه النقلة النوعية في الجامعة، ونشكرهم على مبادرتهم لترشيح الجامعة الفائزة للفوز بالجائزة. فلولا اجتهاد حقيقة الهيئة الإدارية وتعاون أعضاء هيئة التدريس وتقبل الطلبة ورحابة صدر أولياء الأمور لما استطاعت الجامعة تحقيق هذه الإنجاز المشرف على منطقة الشرق الأوسط، فأوجه نعم. لهم الشكر جميعا. نعم، الدكتورة الشيخة في بنت عبد الله الخليفة مديرة مركز التعلم الإلكتروني في جامعة البحرين، شكرا لك. تم مؤخرا دمج بيانات بطاقة ذوي الإعاقة المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع النسخة المطورة لبطاقة الهوية، وذلك بطباعة نوع الإعاقة على بطاقة الهوية للشخص، ما سيغنيهم عن إصدار بطاقة ذوي الإعاقة. ويأتي ذلك بموجب التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في ملف خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن هذا الدمج سيسهم في تيسير شؤون هذه الشريحة من المواطنين واستفادتهم من كافة المزايا والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لهم. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. هيئة البحرين للثقافة والآثار تواصل تعزيز حضورها الافتراضي على شبكة الإنترنت. أكد مدير إدارة شرطة خدمة المجتمع أن الإدارة ماضية في تنفيذ تعليمات رئاسة الأمن العام في إطار تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث شارك الفريق الطبي الخاص بإجراء الفحوصات العشوائية بالمناطق السكنية عبر الدعم الأمني والتنظيم، إضافة إلى الإشراف المشاركة في حملة فينا خير من خلال توزيع الوجبات على العمالة الوافدة. هذا وأوضح أن المجمع الأمني بالمحرق يعمل عبر التطبيق الإلكتروني لحجز المواعيد المسبقة للمراجعين، كما تم تدريب أفراد الإدارة على عمليات التعقيم بالتعاون مع الدفاع المدني، إضافة إلى قياس درجة حرارة المراجعين عند الدخول والتأكد من لبس الكمامة بطريقة صحيحة وعدم الدخول للمصاعد الكهربائية لأكثر من 3 أشخاص. قامت وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع استراتيجية تدريبية على ضوء دراسة لبحث أوضاع خريجي الطب البشري وطب الأسنان، وكذلك الطلبة في طور التخرج في سنة الامتياز والطلبة الذين بحاجة للتدريبات العملية لاستيفاء متطلبات التخرج والحصول على بكالوريوس الطب. وقد دعت اللجنة الفنية المعنية بدراسة أوضاع مجمل الطلبات التي تم التقدم بها إلى إلحاق الطلبة ببرامج تدريبية مع الشروط التي تقتضيها شروط التدريب. وتؤكد وزارة الصحة أنها فتحت قنواتها الرسمية لاستقبال جميع الملاحظات من قبل الجميع سواء حول الخدمات والسياسات الصحية المتبعة، وتعمل على دراسة هذه الملاحظات ومناقشتها للوصول إلى قرارات وسياسات تصب أولا وأخيرا في مصلحة المرضى والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بما يحقق طموحاتهم. أطلقت هيئة البحرين للثقافة والآثار مؤخرا مسابقة تحت عنوان طاولة وكرسي للمصممين والفنانين، مع استمرارها في تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية على مختلف منصاتها الإلكترونية بشكل يومي. وتهدف مسابقة طاولة وكرسي لتحفيز إبداع المشاركين لاكتشاف التصاميم الممكنة لهاتين القطعتين والتعمق في صفاتها أو صفتهما الجمالية والوظيفية، حيث يمكن للمهتمين بالمشاركة بزيارة موقع هيئة الثقافة الإلكترونية.
ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف شوق العلوي، رئيس قسم الفنون في إدارة الفنون في هيئة البحرين للثقافة والأثار. أهلا بك. بداية، ما هي تفاصيل هذه المسابقة ولماذا تم التركيز على الكرسي والطاولة بشكل خاص؟ مساء الخير وشكرا على السؤال. مسابقة طاولة وكرسي نستهدف منها فئة المصممين المعماريين، مهندسي ديكور، الفنانين والهواة. هي فئة يعني قدنا نكون احنا بتواصل مباشر معهم دائما. اخترنا قطعة الطاولة والكرسي لبساطتهما بشكل أساسي. القطعة مكونة من يعني بالنظر للقطعة تكوينها وأجزائها بسيطة جدا، قوائم والسطح. هذا الشيء اللي يخلي التصميم في تحدي أكثر وصعوبة أكثر لإعادة النظر فيه. نعم، ما هي آلية التسجيل في هذه المسابقة؟ التسجيل طبعا إلكتروني عن طريق موقع هيئة البحرين للثقافة والآثار. يتقدم فيه صاحب المشارك أو صاحب الطلب بتصاميم أولية. تصاميم 3D، المفهوم، الفكرة اللي أو الفكرة الهام اللي فكر فيه. نعم. ويقدم الطلب من الآن، نستقبل الطلبات وحتى شهر سبتمبر. نعم. هل هناك أي خطط أو مسابقات أخرى إلكترونية تقيمها هيئة البحرين للثقافة والآثار في ظل الظروف الحالية؟ هيئة البحرين للثقافة والآثار طرحت حزم كبيرة من البرامج على منصاتها الإلكترونية في موقع الهيئة، في عدد من الحفلات الموسيقية والغنائية، المحاضرات التي استضافها متحف البحرين الوطني، أفلام توثيقية وسلسلة التاريخ الشفوي، بالإضافة إلى جولات افتراضية للمعارض التي أقيمت والمكتبة الإلكترونية. نعم. أما إلى التواصل المباشر مع الجمهور، في عدد من المسابقات والعدد من التحديات التي قمنا بطرحها سابقا، ولا نزال وسنقوم في فترة الصيف إن شاء الله بطرح عدد آخر من هذه المبادرات. نعم. شوق العلوي، رئيس قسم الفنون في إدارة الفنون في الهيئة في هيئة البحرين للثقافة والآثار، شكرا لك. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.